حكيم، يلا خاطرك. عليا العافية. الله يعافيك. أنا ما قربت منك بنوب، وحياة الله بحلف لك بأغلى شيء عندي بهالحياة، وحياة أمي ما لمستك. أنا مذنب مواطن، لأنه قبلت أمشي مع هدول المجرمين، ولأنه ما منعتهم عنك وقفت أتفرج. بعرف إنك ما راح تغفري وتسامحيني، بس صدقيني أنا كمان عم عاني مثلك. هذا انت؟ ايه انا. شوفي ولا شي، سمعت صوت هلا؟ هذا صوت الكرسي. ليش مانك نايمه لهلا؟ ما بعرف، لهلا ما اجاني نوم، ما في شي. يلا رحنا. طيب تصبحي على خير. تلاقي الخير. هذه وثيقة تثبت أنني أوصيت لابني عثمان رجدان بكل أملاكي بالوراثة من بعدي. الرقم 1430. ناقصتوا اسمه للمحامي وكنيته كمان يا أخي، ما في داعي لكل هاللعي. قرينا الوصية وتأكدنا من صحتها، خلونا نوقع ونخلص بقى. ايه خلينا نستعجل، ورانا شغل. ظن هالاجتماع أهم من كل الشغل اليوم. ايه رح نثبت كل شيء بشكل رسمي ونكفي الإجراءات بعدين. داليا تعال شوي لو سمحتي. صار لك اسهم بالشركه بشكل رسمي عثمان، الف مبروك يا ابني. يبارك فيك، وانت كمان مبروك سليم، صار لك حصه بالشركه. شكرا. صوري لي هدول لو سمحتي. ايه وبهالحاله الشباب سيطروا على مجلس اداره الشركه. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. أنا بتمنى إنك ما تخيب ظننا لأمك عثمان، ولا تنسى إنك امتداد لأبوك بالشركة هون. طمني ولا تخافي مرت عمي، من هون ورايح رح تشوفي عثمان جديد غير عثمان هداك، اعتبريه وعد مني. عم بتوجعك؟ لا لا ما عم توجعني، طمني. لازم كل يوم نحط لها المرهم. كتر خير الست مريم اللي علمتك هالشغلة، علمتي ما؟ إيه وعلمتها كمان طولة لسان وكيف ترد جواب. والوقاحة كمان، وهلأ عم تقنعها لتتطلق من جوزها. بحلف لك وبقطع ايدي من هون انه هي ورا كل شيء. يلا روحي اتطلقي، والله راح تصفي بالشارع ولعبة الخبز ما تلاقيها. عم تسمعي؟ والله اذا بتسمح لي لمعي انا بتركك وبهج، ما راح ضل قعدت لكم بالبيت، سمعتيني؟ بس اترككم، فيكي تعملي اللي بدك اياه، بتروحي على المدرسة والجامعة على راحتك. ايه بدرس وبشتغل كمان. ها برافو برافو عليكي. قولي لي كيف بدك تحمي حالك بالله؟ ها؟ ما شفتي شو اللي صار لك وانت لساتك بنت؟ وانت بنت ما حلو عنك، كيف بعد الطلاق؟ سكتي، قدرتي تمنعيهم عنك شيء؟ اخذوا منك اللي بدهم اياه، وانت ما قدرتي تعملي شيء. هلا الله اعلم شو بده يصير معك. خلصي ميسر، خلصي ميسر.
ليكي مشان ما يتاخر مراد على المدرسه، روحي طالعي لا يروح الباص عليه. بالصف ليه انت حره؟ روحي اعملي اللي بدك اياه، انا ما دخلني. مراد تعال هون. مراد جوا بالغرفه، ناطرك جوا. لك لا تخليها تعصب، لا تقولي قدامها رح تطلقي. ليكي انت بتبكي وهي ولا على بالها. الارض ما بدي بيعها، هل استعجل لي ببيعه البيت؟ الله يرضى عليك. طبعا الاسعار معروفه عنا بالضيعه هني، المهم ما يغدرونا بالسعر. ماشي؟ ايه فيك تنزل اعلان بالجريده، مو غلط. نزلوا بكل الجرايد المحليه عنا. ماشي، اصبح انا ناطره منك جواب. طيب برجع بدق لك. خير ان شاء الله، يعطيك العافيه. يلا. ها؟ كريم شو جايب معك؟ قصدك هاد؟ دواء مشان الشتلات تبعي. اوه ناوي يظبط الجنينه تبعنا هون. بدي ازرعها ورد وبكره بتشوفي شلون رح تصير. كثير منيح. هلا منظرها مو حلو ابدا، بس تنزرع بتصير بتجنن. وفينا نزرع فواكه هون كمان، يعني من شجر الجنينه، وفيك تزرع ورود موسميه. معناتها خليني بلش من هلا. بالمناسبة بكره أنا رايح أشوف حدا مشان الشغل. يعني لقيت شغل؟ لسه ما بين لهلا، هني بدهم يجربوني وإذا عجبتهم بشغلي رح يشغلوني. وليش مستعجل كل هالقد ابني؟ أنا عرضت البيت تبع الضيعة للبيع. أنا ما قلت لك ما تبيعي. وأنا قلت لك إنه رح بيعه للبيت، ليش لا تروح تشتغل عند العالم؟ افتح ورشة خاصة فيك واشتغل لحالك هون. بس يا أمي حاجة ما بدي أسمع منك ولا كلمة، سكر على الموضوع. آه منك أنت. والله ما في منك. وانت ما في منك. الله يرضى عليك يا ابني.